شاء الله تبارك الله. يوم تاريخ 29/11/2020 انطار الخير تبارك الله. كونا جامعين صلاة المغرب والعشاء من فضل الله عز وجل، والأمطار ما توقفت اليوم تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. يا ربي لك الحمد يا ربي لك. هذا اللي نؤرخ هذا اليوم، لأن من أيام القلائل اللي يكون المطر مستمر فيها أكثر من يوم. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك ما شاء الله تبارك. يا رب لك الحمد على فضلك وعطائك وكرمك. اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا يا ربنا. اللهم كما أحييت الأرض أحيي القلوب يا رب العالمين، على الطاعة على الخير وعلى المحبة يا رب العالمين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربي نظام تنسي ظلما كثيرا وإنه لا يفرق العوبة لا تغفرني مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. الدعاء وقت نزول المطر من الأوقات التي يرتجى فيها بإذن الله سبحانه وتعالى قبول الدعاء. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بحور بحور ما شاء الله ما شاء الله تبارك. يا ربي لك الحمد على فضلك وعطائك وكرمك. اللهم زد وبارك اللهم زد وبارك اللهم زد وبارك. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. حديقة طيبة يا ربي لك الحمد. ما شاء الله ما شاء الله. نزول من السيارة للمسجد كان يعني نزول عاصف، كأنك داخل يعني دش. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. سعد العبد الله تاريخ 29/11/2020. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. يا ربي لك الحمد. ذكرني بأيام فانكوفر في كندا. أبد هذا جوها يعني معظم السنة عشان. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يا رب على عطائك وفضلك. ومعاذ اليوم صراحة مستمتعين مستمتعين. راح أكمل التصوير لأن صراحة أنا مستمتع بهذه الأجواء. فليستمتع معي الجميع، هذا من فضل الله عز وجل علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس. بحر بحر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك. مثل ما يقال شق من سماء. ما شاء الله ما شاء الله. يا رب لك الحمد على فضلك وعطائك وكرمك. السلام عليكم.